السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل من أحسن ميل البعض جوكتان يسكستو أن الله سعوتان كسر ودا برامج كوبان وان واحد دون حالة دي هو قدن بيه ودن كي ثوبية يدقال هذا حال كاسي كسعودا معلمه لصور دافي أو عرك إسكوسي شريري وحن سوق هذا نيناه ورر كي قدن بيه دولة فدرال كي ثوبية أي أرمه عن كتري سدوا كلاتو ديجان هذا دولة ديجان هذا كلا دوان ودن كي ثوبية إيه جرمت كا أي أفيدنا يان ديجان كام حاردة يقولي به ديجان هذا إلى يحد باقى سك جوابي أي أن يدنا سوق هذا دونا وحكلته أو أن سوق هذا دونا ضد كودن كي ثوبية أو أرمه عن آد وهذا لا يجونا أركتيا كلا دوان كقبة وحنا مدارين تن إن سوين لغو كلا قيب سمي مركي أي تهي ديغان ذا كلا دوان إيه ودن كيثوبيا إيه داد كاريمها سياسة دين دين داية انتو وحا مالميه لا صور دعفي سعودي دقال حوق بدن أو ودحيي تي بي ألف إيوه إذا مدى عم حاردا عم ديغان كام حاردا وتاقيرا كيريا كوا دولة دا فدرال كي ودن كيثوبيا دولة دا فدرال كيثوبيا إيه دي مكلا دوان أي تي بي ألف أسو جيدين سي إيه إن حبت جوجين تي إلا إيه حدا إيه قدن كودا أقبل إلا إيهين وحاكلا توه أو إيه دانا أريمهان ديغان كام حاردا أو هبرو عشب بدن سمين يي لانا حد لا يي ديغان دا كلا دوان أينا شيغيين إن من كان أرقاق حسيهين ما دام أرقاق حسيهين سي ودن كلوغا ترترو إن لغاوضا شقيو دقال كوضا أي تهي واسيدا أي هذا الكاودي غيين وحاكلا توه أو إيغانا أريمهان صوب بحضي حق هورلي أو لحريرتا غاب كي أي كغسوا بحين عيدمد ملتاريغا ودن كيثوبيا ديغان دا تكريغا إن أي سنهين أرين لايسكوا دا وافق سنة تليها عيدمد ملتاريغا ودن كيثوبيا برهان وجولانا وأرين تاسي سوين وغسوا هرجيت سدي لكن أبي أحمد أي أرين تاسي قو آن سدي كدي مركو أبي أحمد أرين تاسي قو آن سدينا أي ويسكو خلافين وحانا وررك غاركوت شيغيان إن برهان وجولا أوسان مالميه لسور دعفيبا حريات هيسنين ما دام او ارنتاسي كسو هرجي دا اساغو اونا امين سنة انتي بي الاف ماشي اوغو في عناد هادا اي هولي تاغن تاهي نمان كلا عرب تيرو او داقال كلاغو سي وضو رجل وزارو هنو غوان كاسي قاتي لا اسكونا خلافي غوان كاسي قضا بداسي ايان هلكان كاقا هدل دونا هدبا ديغان كا امحارادا تن ايا شلايتو الى ماانتا داقالا دي وايسي سعودان انكستا او ايسان جرين داقالو سي حولي اها او سعودا لكن اسكو هوريماديا كلا دوان ايا داعي سيدا اي كوسو ورميان ورباهين تا محالي جي قدها ودن كا ايثوبيا ايا سيدو كلاتو كو عالم كا او سوحيغان ايا قار كميدا سراكيشا دين عيادا كلا دوان اي او داقالكو كاد حي وحا قرمت كودو الى ايا حدا هالكاسي او غاري قار كميدا عيدا مدى دولة ديغان ندا لبادا دينا واحد مودا إن أمحارادو أي سسو أبابو شي أو لبادي مال مودي لسو دافي دي رجلنتي أي ودين أي كوكو ليستين إن أي إسكعابيان تي بي ألف حولي أي كو سعودين مال ميه لسو دافي دقال كمركا لفيريانا أي جوجيان أو أي أوبر رجان أرنتاسنا وحا أي نقونيسا مدفل شديد دادك سياسة دين دين دي أي كهد ليين أو أهيد أمحارو ويسكعلين كرتا تي بي ألف تي بي ألف ندني أغم جرتو أما تكري قودة هامبا إن أي حليغان أمحارات دقال لقلان سوبتو قوة دو دي كوباد دولة دا ايا سو جبيسي قوة دو دا لباد حدا امحارة اسكو تابتان ارين تاسي وحي نقونا اسا جب كو دي ايا ماشي اي كوبابي الهايين واسيدا اي دادك سياسة دا اندى اندى اي قار كود هادا لادا او ديغيين قومية دا امحارة دو لكين وحاد مو دا انو صوبحي هب نوغيل كي ايا عبسدي او دها يي قتاجو ريدا ودنا اي نوغلا دا غالمان مهيان او مركي با ايو نمان كان آد اوغا تيراب بادن ايا ديواد غرنيسا لباتن مليون ايو اوغو بدنان شن مليون اما سيديد مليون با اينو دهانو سيدا ايو دهان ان اينا اسو ديگمين اما وحي اسكو دو اي سان احين هدان شن مليون دهانان لباتن ايو تواني يشان بيكب بدنيهن هدان سيديد دهانان لبية تواني مليون بيكب بدنيهن مركا داد كاسي وادريمي كرتا داد اسكو دو تيرا احان ان اي سان احين مركي حقاس لغا فيريو هدانا cabashadoo iyo warbixinada soo gaaray iyo arintan waana lagu dambeeyay Abi Axmed baan aga baxay iyo cabaadkoodi markuu batay waxa arintan ka jawaabay dawladda federaalka oo sida waa bandulaha ciidamada xalay ta sheegay dagaalka inay dib ugu noqonayaan ayna ciidamada deegaanada ku codsanayaan inay dagaalkaasi qayb ka noqdaan maadaama argagixiso laga la dagaalamayo sida uu Baja Tepele sheegay weeye arintaas iyada ahayd waxa kale oo iyadana arintaas markay soo baxday ee kasii horeysay dalabyadii kala duwanaa madaxweynaha deegaanka amxarada wasiirka faafinta komishinerka ciidamada ee gaarka ah amxarada booliska dhamaantood codsiyadoodii waxaa si toos ah uga jawaabay deegaanka oromada oo ciidamo kala duwan oo badan halkaas u daad gudeyay siidaamo ayaa iyaduna ilaa ciidamo 200 lagu qiyaasay geysay halkaas oo iyaduna shari magribki ka sagootiday
gudaha ee magaalada deegaanka sidaamada waxa ku soo biiray dagaalka iyaguna ee ciidamo geeyay halkaasii shucuubta koonfureed oo iyaguna si ay u garab istaagaan dhabuub iyo gambeela ayaa iyaga laftooda lagu soo waramayaa in uu jiro diyaar garow ay ciidamada halkaasii ku geeynaayaan laakiin dhinacyadaasi khilaafaad ayaa ka dhashay ciidamadaasi la geeyay sidaamo oo kale to way ku kala qaybsameen dhamaantood oo waxay leeyihiin sida hadda xisbiga sidaamada ugu weyn sidaama liberation front la yiraahdo xisbigaasi uu ka soo horjeeday arrinta wuxuu leeyahay war arrintani waxay macnaheedu tahay isbalaarin amxaaro amxaaro oo garab siinoon u gargaarana waa Ethiopia oo ay qabsadaan isbalaarintooda aynu u rumaynay nimanka isbalaarin bay wadaane ka daaya wax garadka oromaduna arrinta isaguna waa u diiday niman siyaasiina waliba waxay leeyihiin arrintan marna in la aqbalo ma sababtoo ah dan noogu jirta anaga ma jirta waxay sheegeen xogaha siraha ee deegaanka oromada iyo ciidamadooda in ay TPLF u gudbin doonaan hadii ciidankooda uusan dagaalka ka joogin dhabuub iyo gambeela iyaguna ilaa hadda lama shaacinin ciidamo rasmi ah ka tagi doona laakiin inay ciidamo ka iman doonaan ayaa la aaminsan yahay ee nimanka la yiraahdo sidaamo iyagu way cadeysteen oromana way cadeysteen iyaguna shucuubta koonfureedna way cadeysteen canfar kolkii horeba tuhun baa jiray inay la safan yihiin dhinaca kale Soomaalida marka deegaanka Soomaalida iyaga laftoodu ciidamo ayay la sheegayaa in ay halkaas u dirayaan waxana warar ku sheegayaan in maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan oo hoggaanka nabadgelyada taliyaha ciidamada gaarka ah iyo madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kale toba ay yeelanayeen ay jireen arintana inay ka jawaabaan ay doonayeen wararka aan ma jiro war rasmi oo ka soo baxay deegaanka Soomaalida oo sheegaya in ay ciidamo ay geenayaan laakiin xogo kala duwan ayaa arrimahaasi muujinaya ciidamo la qorayo horle iyo sidoo kale to kuwa la xiriira ciidamada gaarka ah oo iyagana halkaasii la geyn doono waxaasi oo dhan markaan isku soo aruurino waxaad moodaa amxaaro in ay arintii la rabay in ay dagaalka kaliyad gasho oo Abi Ahmed iyo siyaasadda dawladda la sheegay inay dhici doonto in looga baxo inaan looga bixi doonin garab istaag ay heli doonaan waxaana keenaysa saameynta ay wadanka ku leeyihiin iyo awoodahooda kala duwan ee arrimahaasi la xiriira ee dhanka kale to waxa arintan ka hadalay wasaaradda warfaafinta ee wadanka Ethiopia ee Master Ridwan oo ah afayanka wasaaradda oo ka hadlaya arrimahan waxa uu sheegay in dawladda federaalka Ethiopia ay cadeymo kala duwan haysa sida uu xalay taba sheegay Paja Dibele oo ah abandulaha ciidamada wuxuu isaguna sheegay in ay jiraan ciidamo yaryar aan ilaahde dhalinyaro yaryar oo ay askaraynayso TPLF dagaalkan ay gelinayso cadeymahaana hayaan wadamada caalamka ayuu ugu baaqay in ay hoos u fiiriyaan waxa ay TPLF ku dhaqmayaan inta ay ku mashquulsan yihiin dawladda oo wadankeeda iyo dadkeeda u dadaalaysa waa sida uu hadalka u dhigay ee afayaanku waxa kale to oo iyadana arintan maanta si weyn looga hadalhayaa gudaha wadanka Ethiopia arinta dhexmartay Burhanu Julla taliyaha ciidamada militariga wadanka Ethiopia iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed taasi oo ahayd in markii ciidamadu ha soo baxaan la yiri deegaanada Tigray ka soo baxaan lagu kala qaybsamay Burhanu wuxuu yiri war maya kama soo baxayne ciidanka aynu xoojino waxaanu ku tar karnaa aynu ku tar dagaalka aynu hal mar galo nimankan aan soo gubno soo afjarro Ra'iisul Wasaaruhuna ilaa iyo hadda halkaas waxa weeye farba ku gudan siyaasadda iyo sababta ka dambeysa iyo waxa uu ku doorsaday ee taliyaha militariga go'aankiisa iyo qorshihiisa loo diido xitaa labadooda isugu dhaceen wararka qaar waxa sheegeen Burhanu inuu san maalmihii la soo dhaafayba saameyn lahayn waxaadna ku garanaysaa inuu san saameyn lahayn in madaxa xiriirka bulshada ee ciidamada militariga iyo kali ah abaandulaha in Paja Dibele ayaa ka hadlay arrimaha la xiriira ciidamada ee lama haynin taliyaha muddooyinka u dambeeyay tan iyo intii waxa ugu dambeeyay hadalkiisa oo si toos ah loo maqlo markii ay dagaaladu xawliga uga socdeen gudaha deegaanada Tigray waxaasi oo dhan waxay muujinayaan in xaaladda Ethiopia ka taagani ay tahay mid aan la garanaynin dhamaadkeeda iyo halka ay ku dambeyn doonto tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo